عبود بخاف من السيارات كثير، لأنه هو صغير أكلها حامي من خبطة سيارة، وما بيقطع الشارع إلا من الممر، وهو خايف كثير وأحياناً أعصابه منهارة. كل يوم بالنسبة إله مغامرة خطيرة، بس اليوم بالذات مش عارف يمر، وشكله رح يطول على الجزيرة. حاول أكثر من مرة ووقع في حيرة، السيارات عم بتمر بسرعة 1000 ولا بتلفت شمال ولا يمين، ليكون ملخبط وهذا الممر مش للبني آدمين. قرر يرجع عالدار وياخذ إجازة ليومين، بس هاي برضو ما زبطت، ما الوضع هو هو على الصايدين. عبود استوى وقعد على الجزيرة وراحت عليه نومة طويلة. صحي عبود اتلفت حواليه، لازم يروح عالدار بأي وسيلة. حاول مرة ثانية وفشل، شكلها هالمرة مش رح تعدي على خير، ومنيلة بنيلة. ومرت الأيام وعبود صار يعد أيام واستسلم لحياته على الجزيرة. ودبر أموره بالنار وبالأكل والشرب، وصنع إله صديقة سماها صبحة الأمورة، صار ياخذ ويعطي معها، وصارت بينهم قصة حب ولا أحلى أسطورة. وفي يوم كان عبود غاطط في النوم وحاضن صبحة، بس إيده فلتت واتدحدلت صبحة على الشارع. صحي عبود ولحق صبحة، لكن صبحة عمرها خلص. إلك الله يا عبود، أكيد هو الوحيد اللي شايف وسامع، ولا هي وحدة بتتمخطر بتمر من الممر بدون ما تتلفت يمين ولا شمال. لما بمشي عالرصيف بصراحة بيطلع لها وما بتنلام. عبود كيف لم غراضاته ولحقها، بده يمر بعرواها، لكن يا حرام. الله يرحمك يا عبود، طول عمرك موسوس من السيارات، مين اللي غشك وحكالك انه ممر المشاة امن لك؟ مين اللي خطط هالشوارع؟ يعني غير مصروف لدهان شوهوا الشوارع بخطوط هالممر. لو سموه ممر مشاة او ما مر مشاة ما رح تفرق من وين الواحد يمر.